بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن خلينا نيجي هنا في المين، في جافا مثلا، داخل المين، داخل كلاس المين عندنا مين؟ عندنا اللي هو عندنا دالة المين اللي حننفذ فيها. قبل ما ننفذ فيها خلينا نيجي هنا في الـ A. لاحظ دالة الـ A يوم تكلمنا عن إيش؟ عن set max value. المثال اللي أول كانت الدالة set max value إن إذا كانت أكبر من 100 القيمة المرسلة حيرسل لنا استثناء. هنا إحنا قاعدين نستخدم propagator وشرحنا هذا الكلام. خلينا نشوف، نشيل هذا ونكتب my exception. هنا يطلب منك، هنا نقول له my exception ونشيل ايش؟ ونشيل النص. طبعا عفوا my exception احنا اشوف ممكن هنا عندك خيارين، ممكن my exception نقول الرسالة نحط له اي رسالة، يعني نترك الحكاية مرنة بالطريقة هذه لانه هنا حيتم استدعاء هذا وننفذ السترينج. الان في طريقة ثانية انك تضيف constructor اخر وتقول my exception، لاحظ معايا، وبدون بارامترات في السوبر تكتب الرسالة، تكتب مثلا، خلينا نفرض انه الماي اكسبشن خاص بانه القيمة ما تكون 100، يعني هذا الاستثناء يحدث عندما تتجاوز القيمة 100 مثلا، هذا وظيفته. فنقول هنا مثلا خلينا نقول value اكبر من 100، هذه الرسالة. لاحظ معي الآن، فأنا الآن عندي خيارين بالكونستركتور ذا أثناء رمي الاستثناء، إما أني أزود بالرسالة أو أني ما أزود بالرسالة وتصير هذه القيمة. ففي الغالب هم في الاستثناءات لما يخصصوها يحطوا الرسالة خاصة كذا. عموما لاحظ هنا حجي وامسح هذه كذا، حيستخدم مين؟ حيستخدم الكونستركتور هذا. جميل. فأنا قلت له لما تتجاوز، لما تتجاوز القيمة 100 ارمي استثناء اسمه my exception. هذا الاستثناء الخاص بي. my exception هو عبارة عن استثناء يقع عندما تتجاوز القيمة 100، فخلاص هذه هي. فأي قيمة تجاوزت 100 مثلا بختبرها على طول، ارمي استثناء my exception. نرجع للمين، نجي هنا نقول a مثلا x equal new a. طيب نجي نقول x dot set max value، خلينا نقول 10 ونجرب، شغل. طبعا هنا ليش اعطانا خطا؟ كنسل، لانه احنا نحتاج نسوي تراي، نحطها بداخل ايه؟ داخل تراي كاتش. هنا شوف لاحظ الاستثناء اللي ترميه هذه الداله هو ماي اكسبشن، فنقول ماي اكسبشن، شايف كيف؟ اي مثلا، لاحظ الان شوف شال الخطا. هنا الدالة ذي يقول لك ترمي استثناء نوعه ماي اكسبشن، فلازم تسوي في الكاتش كفش لمين على قولهم، او التقاط لمين؟ لماي اكسبشن. لاحظ هنا ايش حنسوي؟ حنقول سيستم دوت اوت دوت برنت الان على اساس نشوف ايش الرسالة اللي حتجي. طيب شغل الان، لاحظ الان طبعا انا 10 بدون اي مشاكل وما نفذ، خلينا نعطيه 1، صارت 101. شغل، لاحظ تم رمي الاستثناء هنا لأن القيمة أكبر من 100، الاستثناء مين؟ my exception. فلما جاءت القيمة أكبر من 100 هنا، فهم عفوا هنا، قال له أرمي استثناء اللي هو my exception، استدعى مين؟ نسخة جديدة وروح للكونستركتور تبع my exception. جاء هنا الكونستركتور اللي استخدمناه مو اللي بيه، مو برسالة. هنا الكونستركتور اللي استخدم، فيجي يلقى السوبر أرسل الرسالة تبعه فاليو أكبر من 100. فصار كيف وصلنا للرسالة دي؟ عن طريق get message. فهذه هي الفكرة العامة، وهذا الكلاس الخاص فيك. طبعا تقدر تطوره، تقدر تضيف له أي شيء لأنه كلاس جدا عادي، فقط اللهم أنه يسوي extensively exception أو يرث من exception. وهذا مثال جدا بسيط عشان توضح الصورة.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.